بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، مثلا بمثل. نقول إن الأموال الربوية، خذ القاعدة المهمة لكي تحفظ باب الربا، نقول إن الأموال الربوية، لكي نخرج غير الأموال الربوية، إذا اتحدت جنسا حرم فيها ربا الفضل وحرم فيها ربا النسب. ما القاعدة التي قلتها قبل قليل؟ الأموال الربوية، يعني غير الستة وما قيس عليها، لا يدخل معنا. الأموال الربوية إذا اتحدت جنسا، إذا اتحدت جنسا من باب أولى أنها اتحدت في العلة، لأن الذهب بالذهب بربر متحدة في العلة قطعة. إذا اتحدت في اتحدت جنسا حرم فيها ربا الفضل، فلا يجوز إذا تبايعت برا ببر أن تزيد في المقدار، وحرم فيها كذلك ربا النساء، فإذا بعت برا ببر فلا بد من التقابض في مجلس التعاقد وإلا بطل العقد. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، وانتهى باب الربا كاملا، أن الأموال الربوية إذا اتحدت في العلة فإنه يحرم النسأ ويجوز الفضل. إذا اتحدت في العلة واختلفت في الجنس، من باب التوضيح فقط، إذا اتحدت في العلة واختلفت في الجنس فيجوز ماذا؟ لا، يجوز الفضل. أنا قلبتها أنك يمتحنك، فيجوز الفضل ويحرم النساء، واضح؟ ما عدا ذلك يجوز. أعطيكم سؤالا، الأموال الربوية إذا اختلفت في العلة فما الذي يجوز وما الذي يحرم من ربا الفضل والنساء؟ من يجيب ونعتبرها له جائزة في نهاية الدرس؟ نعم أخونا، يجوز الفضل والنساء، انتهينا. الربا سهل، إذا عرفت القواعد التي أوردتها لك قبل قليل فإنك، أكون غير مبالغ، عرفت 70-80% من كتاب الربا، انتهى. العلم سهل، العلم نقطة. الرسول قال لهم حديث عبادة ففهم الصحابة الفقه كله، طبعا قال لهم الحديث الذي نقله عبادة. طيب، هذا معنى الربا، ربا الفضل وربا النساء، فشرحناها قبل قليل. أطبق لكم بمثال، هناك مثال يريده العلماء وهو بيع اللحم والغنم. انظروا معي، بيع الشاة بالشاة وبيع اللحم باللحم، هل هو جائز أم لا؟ انظروا معي، الشاة هل هي مكيلة أو موزونة؟ الشاة وهي حية، الشاة تعرف الشاة؟ الخروف يعني، هل تباع كيلا أو وزنا أم بالعد؟ بالعد، إذن ليست مكيلة ولا موزونة. هل يجري فيها الربا على قاعدتنا لما قلنا إن العلة في الربويات إما الكيل أو الوزن، هل يجري فيها الربا؟ إذن الشاه هل هي مال الربوي؟ لا. إذن هل يجوز أن تبيع شاة بشاتين؟ يجوز، وقد فعل ذلك الصحابة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما يحرم إذا كان قرضا، فإذا اقترضت منك شاة على أن أردها لك شاتين حينئذ يحرم. طيب، إذا ذبحت الشاه، اللحم لحم الشاه يباع بماذا؟ بماذا نبيع الوزن؟ بالوزن. هل الوزن يصبح ربويا؟ نقول نعم. إذن بيع 5 كيلوات من لحم شاة ب5 كيلوات من شاة أخرى، 5 ب10 كيلوات من شاة أخرى، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأجل الزيادة. طيب انظر، هذه بيع 5 كيلوات من لحم غنم ب10 كيلوات من لحم إبل، لحم الإبل أرخص، نقول يجوز، لأن يعتبر اختلف الجنس، فإن كل نوع من الحيوانات جنس، فاللحوم أجناس، فهنا الجنس اختلف والعلة واحدة، فيجوز التفاضل، لكن لا بد من التقابض، فيحرم فيه النساء.
المسألة الأخيرة الصورة الرابعة في بيع اللحم، انظر كيف مثال واحد يختلف في الحكم. من يجيبني سأدعو له، جيد؟ ما حكم بيع لحم فيه عظم بلحم فيه عظم متماثلة بالوزن 5 كيلو ب5 كيلو؟ من يعرفها؟ ولا واحد؟ لو خطأ، نعم الأخير، نعم أحسنت، أجبت وأنا أبغى الأخير. نقول وجزاك الله خيرا، هذا هو الدعاء اختصارا. نقول إن بيع لحم فيه عظم بلحم فيه عظم يقولون لا يجوز، لأن المقصود إنما هو اللحم، فهنا جهل مقداره لوجود العظم تبعا له، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. شوف عندنا 4 صور، الأولى يجوز مطلقا، والثانية لا يجوز إلا بالتقابض، والثالثة إلا بالتقابض والتماثل، والثالثة لا يجوز إلا بالتقابض ولا يلزم فيه التماثل، والرابعة لا يجوز مطلقا لا بتقابض ولا بتماثل. هذه المسألة يريدها العلماء لكي تعرف التنزيل على القاعدة. القاعدة سهلة، حفظتها قبل قليل وشرحتها لكم في 5 دقائق، لكن التنزيل عليها يحتاج إلى دربة وكثرة تنزيل مسائل. وهذا معنى قول قتادة بن دعام السدوسي، يقول إذا أردت أن تعرف الفرائض فأمد جيرانك، خذ جيرانك واحد واحد وأبناء عمك وقرابتك واحد واحد، ثم حل مسائلهم حتى تثبت المسائل الفرضية في ذهنك، كذلك المسائل العلمية. كثرة مرورها على الذهن بالدرس والمراجعة والمذاكرة مع الزملاء والتدريس وغير ذلك المسائل تجعل المسألة تثبت في الذهن. تفضل شيخ. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. انظر كلام الشيخ، يقول فلا يباع مكيل بمكيل، هذا يدلنا على أن المصنف وافق قول المتأخرين في أن العلة في 4 الأخيرة وهي البر والشعير والتمر والملح أن العلة فيها الكيل، ومعنى الكيل بمعنى أنه يباع بالحجم كالصندوق أو المخرف أو العلبة لا بوزن فيه، هذا يسمى كيل. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه، بأن يكون لهما اسم خاص، تمر بتمر ونحو ذلك، بر ببر، إلا بهذين الشرطين وهما التقابض والتماثل. معنى ذلك أن المال الربوي المتحد جنسا يجري فيه ربا الفضل والنسب، نفس الكلام لكن أنا قلبت الجملة. ثم قال ولا موزون بجنسه، هذا يدلنا على أن العلة في الذهب والفضة إنما هي الوزن، فكل ما بيع وزنا فإنه يجري فيه الربا سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، إلا كذلك أي إلا بالشرطين المتقدمين وهما التقابض والتماثل. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. نعم، قال وإن باع مكيلا بمكيل من غير جنسه، بمعنى أنهما قد اتحدا في علة الربا لوجود الكيل، هذه العلة، اتحدا في علة الربا لكن اختلف الجنس، قال جاز بشرط التقابض، أي يلزم التقابض ولا يلزم التماثل، يجري فيه ربا النسى ولا يجري فيه ربا الفضل. قال أو موزون بموزون من غير جنسه، نفس السابق. نعم. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. يقول الشيخ إذا بيع مالان ربويان قد اختلفا في العلة، أحدهما علته الكيل والآخر علته الوزن، فإنه يجوز ولو كان فيه تفاضل أو كان فيه عدم تقابض، فإنه لا يجري فيه لا ربا الفضل ولا ربا النسأ. من باب أولى إذا كان أحد المعقود عليه ليس من الأموال الربوية، أو كان كليهما أي الثمن والمثمن ليس من الأموال الربوية، فإنه حينئذ يجوز ولو لم يكن فيه تقابض أو لم يكن فيه تماثل كذلك، طبعا إلا أن يكون من باب بيع الدين بالدين، فإن له قاعدة مستقلة ستأتي في محلها. والجهل بالتماثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم، هذه قاعدة عامة، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل،
إذ لا يمكن أن نحكم بوجود المساواة والتماثل إلا أن يكون عالماً، وضربنا بعض الأمثلة قبل قليل. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. من أمثلة الجهل بالتماثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. صورة بيع المزابنة، انظروا معي، أن يباع التمر، أن يباع الرطب مثل هذه الأيام أيام الرطب، أن يباع الرطب على رأس الشجر بمثله تمرا. هذا الرطب الذي على رأس الشجر تمر، والذي في يد البائع تمر، لكنه يكون حويلا، يعني له مر عليه حول كامل، فيكون تمرا لا رطبا. انظروا هل يجري فيه الربا أم لا؟ نبدأ هكذا، هل يجري فيه الربا أم لا؟ سؤال، لماذا يجري فيه الربا؟ التمر والتمر أموال ربوية، جنسهما واحد أم لا؟ تمر وتمر، إذن يجري فيه ربا الفضل ويجري فيه ربا النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز لك أن تبيع الرطب وهو على رأس الشجر بالتمر، ولو كان على سبيل التقدير، لأنك قطعا لم تعلم التساوي بين الرطب الذي على رأس الشجر بالتمر الذي بيدك. الذي بيدك تعرف مقداره، سهل وزنه، وأما الرطب الذي على رأس الشجر فإنك لا يمكنك أن تعرف مقداره، وإنما تخرصه خرصا وتقدره تقديرا. فلما جهل التماثل حكمنا بوجود التفاضل. واضحة هذه المسألة؟ لأن بعدها مسألة تنبني عليها، واضحة؟ طيب، قبل أن ننتقل للمسألة بعدها أريدك أن تعلم أمرا، وهو أن تحريم ربا الفضل المجرد عن النساء، لم يحرم لذاته، وإنما حرم لما يفضي إليه من خشية الوقوع في ربا الجاهلية وهو ربا النساء. ولذا جاء في الحديث إنما الربا في النسيئة، وهذا الحديث محكم وليس بمنسوخ. ومعنى هذا الحديث أي إنما الربا المقصود لذاته ربا النسيئة، وأما ربا الفضل فإنه محرم لغيره لما يفضي إليه من الوقوع في ربا النسيئة. إذا عرفت هذه المقدمة فأريدك أن تعرف مقدمة أخرى، وهي أن القاعدة الشرعية في أبواب الأبواب كلها من الطهارة إلى الإقرار أن المحرمات نوعان، محرم لذاته ومحرم لغيره. فما حرم لذاته فإنه لا يباح إلا عند الضرورة، وما حرم لغيره فإنه يباح عند الحاجة إذا أمن ما يفضي إليه. وقلنا قبل قليل إن ربا الفضل محرم لغيره، فحينئذ يباح منه الشيء اليسير للحاجة. هذا هو الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيع العرايا. لماذا ذكرت لكم هذه المقدمة؟ لأن عددا كبيرا من أهل العلم لما جاءهم حديث العرايا أشكل عليهم، فقالوا إنه من الربا ولا نعرف له معنى يخرجه من الربا، فتركوا العمل به وقالوا إنه منسوخ، وهذا غير صحيح بل هو محكم. ولذا فإن من مفردات مذهب الإمام أحمد القول بإباحة العرايا، وأن هذه الإباحة جارية على سنن الشرع وقاعدته، ولكن بعض أهل العلم قد يخفى عليه. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فبعض الناس قد تكون قد خفت عليه هذه العلة. أما فقهاء الحديث فإنهم عرفوا العلة وعملوا بالحديث معا، فجمعوا بين الأمرين العلة والحديث، لم يستمسكوا بالظواهر فقط من غير تعليل، بل جمعوا بينهما. إذن الشارع أباح لنا العرايا لأن فيها استثناء من ربا الفضل دون ربا النسيئة، ولأن ربا الفضل محرم لغيره، وكل ما حرم لغيره فإنه يجوز عند الحاجة إذا أمن ما يفضي إليه وهو ربا النسيئة. انظر ما هي ربا، ما هو العرايا التي استثنيت؟ نعم تفضل.
ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى العرايا التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والعرايا مثل المزابنة، وهو بيع الرطب على رؤوس الشجر بالتمر، لكن له شروط. انظر الشروط. أول شرط أن يكون مخروصا، يعني يخرص التمر أي يخرص الرطب ويكون خرصه مساويا للتمر فيتساويان، هذا بالخرص وهذا بالكيل، هذا الأمر الأول. الشرط الثاني أن يكون في أقل من 5 أوسق، ومر معنا في باب الزكاة ما المراد بالوسق، كم مقدار وسق، كم صاع، كم 60، كم صاع، 60 صاعا، فذلك لما قال 5 أوسق لا بد أن يكون أقل منها ولو بيسير، فلا بد أن يكون أقل منها ولو بيسير. طيب، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون محتاجا للرطب، إما حاجة تفكه أو غذاء أو غير ذلك من الحاجة. على سبيل المثال أعطيكم مثال الحاجة، رجل عنده امرأة حامل، وهذه الحامل باللغة العامية تنفست، قالت أبي رطب، ما وجد رطبا إلا على هذا الشجر وليس عنده نقد، فأجل الحاجة فيبيع بالعرايا، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أنه لا بد من جزه حالا، هذا الشرط مهم، لا بد من جزه حالا، لأنه إذا لم يجز الرطب حالا أصبح العقد جامعا لأمرين، فضل ونسيئة، فوقعنا في الربا الخطير وهو الجمع، وهو ربا الجاهلية الذي يجمع ربا فضل ونسيئة، فلا بد من جزه حالا قبل أن يتفرق من المجلس، فإن تفرق قبل جز الرطب بطل العقد. نعم. قال ولا ثمن عنده يشتري به، أيضا هذا قيد ذكره بعض أهل العلم. الشرط الخامس ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا. نعم، من الشروط التي أوردها أهل العلم في مسألة العقود أنه لا بد أن يكون المعقود عليه غير محرم شرعا، لأن الشارع حرم أمورا، وقد أشرت لبعضها قبل قليل، وهي المحرمة لعينها، وهنا حرم الشارع أمورا من باب أنها وسيلة للوقوع في المحرم، والشارع حرم الحيل وشدد فيها وخاصة في العقود، وقد لعن الله عز وجل ومن لعنه الله ورسوله فهو الهالك، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لعنه الرسول فقد لعنه الله، لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما تحيلوا على بيع الحرام، فالحيل حرام ولا تجوز، ولذلك فإن فقهاء الحديث يشددون في إبطال العقود التي فيها حيل، يشددون تشديدا شديدا جدا، ويرون أن الحيل محرمة بجميع صورها، كل الحيل محرمة إما لعينه. طيب، بدأ يتكلم المصنف لبعض الأمور التي حرمها الشارع، مثل إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه. نعم، قال إما أن تكون المحرم لعينه كالخمر، فإن الخمر لا يجوز بيعها مطلقا. قال والميتة، لأن الميتة لا منفعة فيها، وقيل لأن الميتة نجسة، وهذا الذي أشرت له في أول الباب، فمن أهل العلم من يقول لأجل النجاسة، ومنهم من يقول لأجل لعدم المنفعة، لأن من قال لعدم المنفعة قال لو وجدت منفعة مباحة جاز بيعها، ومثال المنفعة المباحة قالوا الأنفحة، فإن أنفحة الميتة التي توضع في الأجبان تجوز، لما جاء أن سلمان الفارسي رضي الله عنه سئل عن أجبان الفرس، والفرس إنما ذبائحهم ميتة، فذكر أنها جائزة، ولذلك فإنها إذا وجد عند من يرى أن العلة ليست النجاسة وإنما العلة تكون في عدم المنفعة فإنه يقول حينئذ تجوز. قال والأصنام، فلا يجوز بيع الصنم لأجل كونه صنما أو لأجل المثال الذي فيه، ولكن إذا كسر فبيع خشبا أو بيع حديدا أو نحو ذلك فإنه يجوز بيعه لأجل
أصله لا لأجل صنعته، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش. نعم، قال: وقد يكون النهي عن البيع بما يفضي إليه، ومما يفضي إليه ما يترتب عليه من القطيعة ووجود البغضاء بين المسلمين، إذ من الأعظم المقاصد الشرعية في المعاملات المالية دفع الخصومات، ولذلك حرم بيع الغرر لكي لا يتخاصم المتعاقدان. هناك أمور نهى الشارع عنها، منها قال: بيع المسلم على بيع أخيه. إذا باع المسلم بيعا، وانتبه لهذا القيد، ثم جاء شخص فباع على بيعه في مدة الخيارين، شوف هذا القيد المهم، لا بد أن يكون في مدة الخيارين، فنقول إن ذلك محرم. ما هو صورة البيع على البيع والشراء على الشراء؟ صورة البيع على البيع أن يأتي زيد فيبيع عمرا سلعة بألف، فيجيء شخص لعمر فيقول: هذه السلعة التي باعها لك زيد بألف سأبيعها لك بتسعمائة. نقول: هذا حرام. الشراء على شرائه، باع زيد لعمر سلعة بألف، فيأتي آخر مشتر للبائع وهو زيد فيقول: إن ما اشتراه منك عمر بألف سأشتريه منك بألف وخمسمائة. نقول: كلاهما حرام، انتبه معي. هذا البيع على البيع والشراء على الشراء له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون قبل الركون فيجوز، يعني قبل تعاقد العقود فيجوز، قبل الركون لكي ندخل السوم، وسيأتي ما قبل الركون سأذكره بعد قليل بتفصيل لكي ندخل السوم في السوم. الحالة الثانية أن يكون في أثناء مدة الخيارين، والخياران المراد بهما خيار المجلس وخيار الشرط، لأنه في مدة الخيارين العقد ليس بلازم، يجوز فسخه. فحينما يأتيك شخص ويقول: سأبيعك هذه السلعة بسعر أقل، أو يأتي شخص ويقول: سأشتريها منك بسعر أعلى، فأنت لك حق الفسخ لأنك في مدة الخيارين. نقول: إذن البيع على البيع والشراء على الشراء في مدة الخيارين هو محرم، وهو المراد بالحديث. الحالة الثالثة أن يكون بعد انتهاء مدة الخيارين، فوجوده مثل عدمه. واحد اشترى من آخر سيارة، بعد ما تم الشراء جاء واحد وقال له: هذه السيارة اشتريتها عندي لك مثلها بسعر أقل. نقول: هذا ليس بيعا على بيع أخي، لأن هذا الذي اشترى وذاك الذي باع لزم البيع، ولا يمكنه أن يفسخ إلا بإقالة. لكن الأولى هو، طبعا لا يسمى هذا بيعا، ولكن الأولى أدبا وخلقا ألا تندم صاحبك، لا تندمه. ولكن هذا لا يسمى بيعا على البيع ولا شراء على الشراء، لأن البيع لزم. طيب، انظر، قبل التعاقد أي قبل أن يقول بعتك واشتريتك، فهذا ليس بيعا على بيع أخيه، وإنما يسميه العلماء تبع للنبي صلى الله عليه وسلم السوم على سوم أخيه، يسمى بالسوم على سوم أخيه. والسوم على سوم الأخ المسلم إنما يكون محرما إذا وجد فيه الركون، وأما قبل الركون فلا. نعم. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التفريق بين الأم وولدها في البيع، فمن باع أما دون ولدها حرم ذلك، فإما أن يبيعهما معا أو أن يتركهما معا، جاء ذلك من حديث فضالة وعلي رضي الله عنهما. وجاء أيضا من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين الأخ وأخيه، فدل ذلك على أن الحديث الذي ورد أو ذكره المصنف إنما هو من باب المعنى. فالشارع نهى عن التفريق في البيع، يعني إما أن يباع معا أو يبقيا معا، بين بيع الرقيق إذا كان ذوي رحم محرم، يجب أن نجعل هذا القيد المهم، أن يكون ذا رحم محرم، لأن الرحم واسع، والرحم المحرم هو الذي إذا فرض أحدهما ذكر والآخر أنثى فإنه يحرم زواج أحدهما بالآخر.
هذا الرحم المحرم لا يجوز التفريق بينهما في البيع، فيباعان معا أو يبقيان معا إذا كان في ملك رجل واحد. وأما إذا كان في ملك رجلين فإنهما ليس مجموعين، فحينئذ يجوز أن يباع كل واحد على سبيل الانفراد. ولما قلنا إنه محرم فإن البيع باطل، فلا يصح التفريق بين ذي الرحم المحرم من الأرقاء في البيع إلا إذا بلغا، فبعد البلوغ يجوز البيع. هذه المعاقدة وإن كانت غير موجودة إلا لنا فيها حكمة، لأن الرق انتهى الآن تقريبا، لكن لنا فيها فائدة نستفيدها، وهي أن الشارع إذا كان قد نهى وحرم وشدد في التفريق بين الرقيق من الإماء وأبنائهن أو بين الأخ وأخيه وهو مما يجوز بيعه، فمن باب أولى إذا كان ظلما. وبعض الناس من باب الظلم والاعتداء يفرق بين المرأة وولدها عضلا، ويفرق بين الأخ وأخيه ظلما، ولا شك أن ذلك من أشد الظلم وأنكاه، وقد يدخل في هذا الوعيد، بل ربما يعني دخل فيه، وإن كان ذا الوعيد في البيع وذاك في الظلم فإنه أولى. نعم. ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق. يعني قال ومن ذلك من باع سلعة مباحة لمن يستخدم هذه السلعة في محرم، وضرب لذلك المصنف أمثلة فقال كمن يشتري الجوز والبيض للقمار. قديما كانوا يلعبون القمار بالبيض والجوز، فمن عرف أنه إنما يستخدم البيض لأجل ذلك فلا يجوز بيع البيض إليه، والجوز والبيض يجوز بيعهما لمن يأكلهما، لكن من استخدمهما في القمار فيحرم. قال وكذلك بيع السلاح في الفتنة، صاحب بقالة يبيع فيها سكين، فجاءه رجل يلهث وقد اختصم قبل قليل مع آخر أمام دكانه، فقال بعني سكينا، فنقول يحرم عليك أن تبيعه السكين، لأنك إن بعته هذه السكين طعن بها أخاه المسلم ظلما وعدوانا، فبيعك باطل وآثم عليه أنت، اجتمع فيه وصفا. قال وعلى قطاع الطريق، وهذا واضح وجلي، مثل البيع. قالوا الإجارة، لأن الإجارة بيع للمنافع على سبيل التأقيت، فيحرم التأجير لمن يستخدم العين المؤجرة في حرام، وأما من استخدمها في حلال وقد يستخدمها في حرام فهذا محتمل والاحتمال يجوز. نعم. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. نعم. هذه مسألة وهي تلقي الركبان أو تلقي الجلب، ومعنى تلقي الجلب هو أن يأتي شخص من داخل البلد فيخرج خارج البلد فيتلقى التجار فيشتري منهم السلع. تلقي الجلب لا يبطل العقد، وإنما هو محرم لكنه لا يبطله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أتى سيده السوق، سيده يعني صاحب السلعة السوق، فهو بالخيار، فلم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم تلقي أو بيع تلقي الركبان والجلب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فأتى سيده السوق، يدلنا على أن المراد بتلقي الجلب أي المجلوب للسوق إنما يكون منهيا عنه قبل دخول السوق، وأما إذا تلقاه في أول السوق فإنه يجوز حينئذ. إذا ذهبتم إلى بعض الأسواق مثل سوق الخضار أو السيارات وغيرها من المزادات والحراج، تجد الذين يقومون ببيع المزاد نسميهم بالعامية شريطية، تجد يلقاك عند باب السوق، نقول هذا ليس من باب تلقي الجلب، تلقي الجلب إذا تلقاك خارج السوق هذا تلقي الجلب، فالعقد محرم لكنه صحيح ولك الخيار، ويكون الخيار هنا خيار الغرر، خيار الغبن، وسيأتي إن شاء الله في محله. إذن يجب أن نفرق بين التلقي في أول السوق وما بعده، فقهاؤنا يقول من تلقاه في أول السوق فليس منهيا عنه وإلا فهو كذلك. وقال من غشنا بخلاف، انظر، بخلاف بيع الحاضر للباد، فإن بيع الحاضر للباد
على المشهور خلافا لقول ابن رجب بيع باطل. والسبب قالوا لأن تلقي الركبان إنما منع منه لمصلحة البائع فيكون له الخيار، وأما بيع الحاضر للباد فإن الضرر فيه على أهل البلد، ولما كانوا غير محصورين فإنه لا يمكن إذنهم وتصحيحهم العقد فنحكم ببطلانه. ففرقوا بين عقدين، وانتبه للفرق بين تلقي الركبان الذي هو تلقي الجلب وبين بيع الحاضر للباد. وقال من غشنا فليس منا، رواه مسلم. هذا يدلنا على أن الغش محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يبيع صبرة أدخل يده في الصبرة فوجد أسفلها مبلولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وهذا يدل على أن الغش محرم، فلا يجوز الغش في البيع سواء بعت مسلما أو غير مسلم، الحكم فيه سواء. ومن غش في بيع فللمغشوش حق الخيار، وسيأتينا إن شاء الله في خيار التدليس ونحوه والعيب. ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة. نعم، قال ومما حرم كتحريم الربا التحيل على الربا. والتحيل على الربا له صور، أولها العينة، وقد ذكر المصنف صفة العينة. وقبل أن يورد المصنف صفة العينة لنعلم أن بيع العينة من أخطر العقود حرمة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء متعددة لخطورته والتحذير منه، فقال إذا تبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا، وقال صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع درهم بدرهمين وبينهما حريرة، ونهى عن بيعتين في بيعة، ونهى عن بيع وشرط. كل هذه الأحاديث الأربع وإن اختلفت صيغتها فكلها تدل على العينة. هذا يدلنا على أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم غاير في صيغة النهي عن بيع العينة لكي لا يتحير الناس في جوازها، مهما تحيلت في من طريق فإنها عينة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في آخر الزمان يكثر التحيل على الربا والنظر للشكلية في العقود كما هي حال كثير من الناس للأسف الآن. كثير من الناس الذين ابتلوا بأن أصبحوا يفتون للناس في أمور عامة في معاقدات البنوك وغيرها، أصبحوا ينظرون للشكلية في العقود، ومن نظر للشكلية أباح العينة، فإن شكل العينة مباح وحقيقته محرم إذ هو حيلة. العينة يقول أهل العلم إنها نوعان، ثنائية وثلاثية، ذكر المصنف هنا صورة وسأورد الصورة الثانية. بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. نعم، يقول الشيخ الصورة الثنائية للعينة أن يبيع سلعة بمئة، باع زيد لعمر سلعة بمئة على أن تؤديني هذه المئة بعد سنة، ثم يشتريها منه، ثم اشترى زيد من عمر هذه السلعة بخمسين. الشكل بيع وشراء، والحقيقة ربا، فقد أعطاه خمسين ريالا وسيسددها له بعد سنة مئة. إذن فحينئذ نقول حرام، وهذه تسمى العينة. ولذا العلماء أو علماؤنا يقولون، وانتبه لهذه المسألة، كل من باع لغيره سلعة بثمن مؤجل يحرم عليه شراؤها بثمن حال إلا بشروط، سواء اتفقتم لم تتفقوا حرام، ما يجوز أن تشتري سلعة بعتها بثمن مؤجل إلا بشروط أو أحوال. الحالة الأولى أن تشتريها من غير بائعها، هو باعها لثالث فتشتريها منه، فيجوز ما لم يكن حيلة. الحالة الثانية أن تشتريها بنفس الثمن الذي بعتها به، بعتها بمئة مؤجلة فاشتريتها بمئة مؤجلة أو حالة يجوز. الحالة الثالثة أن تختلف صفتها، بعته هذا الكتاب بمئة مؤجلة فأخذه طفله فمزق بعض صفحاته
فاشتريتها منه بثمن أقل، نقول يجوز لأن الصفة اختلفت. هذه الصور الثلاث هي التي يجوز فيها شراء سلعة بعتها بثمن مؤجل، غير كذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في العينة وانتبه يا موفق هذه العينة أمرها خطير. هذه تسمى صورة العينة. يقول المصنف أو العكس. العكس ما هو؟ هذه تسمى عكس العينة، عكس هذه تسمى العينة العكسية، عفوا تسمى العينة العكسية. أما عكس العينة فجائز، هذه باب فائدة لغوية. العينة العكسية حرام، عكس العينة جائز. العينة العكسية ما هي؟ بدل من أن يبيع يشتري، يأتي زيد لعمر فيقول يا عمر أشتري منك هذه القنينة بمئة مؤجلة، ثم يقول أبيعها لك بخمسين حالة. ففي الحالة الأولى السلعة من المقرض، وفي الحالة الثانية السلعة من المقترض. هذه تسمى العينة العكسية، كلاهما محرمة. عكس العينة الجائزة بس من باب الفائدة، أن يبيعه بثمن مؤجل ويشتريها منه بثمن حال بسعر أقل، بسعر أكثر. وهذا ذكرته لكم قبل قليل في الصور الثلاث التي تجوز. هذه تسمى العينة الثنائية. العينة الثلاثية مثلها لكن حيلة، هم ثلاثة، اثنان يتفقان مع الثالث، صاحب محلين، يأتي شخص لصاحب المحل الأول فيقول اشتريت منك هذه السلعة بمئة مؤجلة، فيعطيه السلعة ويكتب عليه كمبيالة بالمئة، يأخذ المشتري هذه السلعة لجاره الذي اتفق مع الأول، شوف متفق معه، فيبيعه هذه السلعة التي اشتراها بمئة مؤجلة بخمسين حالة، والاثنان صاحب المحلين متفقان على أن ما تشتريه يكون عندي وما أشتريه يكون عندك. فهذه حيلة ثلاثية. إذن العينة محرمة، والعينة العكسية محرمة، العينة الثنائية محرمة، والعينة الثلاثية محرمة. أو التحيل على قلب الدين. قال أو التحيل على قلب الدين. التحيل على قلب الدين صوره كثيرة، لكن أريد صورة أو صورتين إن شئت. من صور التحيل على قلب الدين أن يكون الشخص في ذمته دين لآخر. زيد له في ذمته على عمرو 1000 ريال، فجاء فقال يا عمرو أعطني 1000 ريال، قال ليس معي شيء، قال إذن أبيعك، شوف كيف، أبيعك بالألف التي في ذمتك، أبيعك بها كذا وكذا من بر أو شعير أو عطني سيارة. نقول هذه حيلة على قلب الدين، فقلبت الدين بدين آخر. ولذلك سيأتينا في باب السلم أن السلم لا يصح إلا بثمن مقبوض، وهذا ليس مقبوضا لأنه دين في الذمة، فحينئذ لا يصح. فهذا حيلة على الربا، لا يجوز. من صور التحيل على الربا لقلب الدين شخص أقرض آخر 1000، فجاء وقت السداد قال ليس معي شيء، قال له تعال ما معك شيء؟ قال طيب، قال انظر سوف أبيعك هذا الكأس 2000، يعني لن أنظرك إلا أن أبيعك هذا الكأس 2000 ريال مؤجلة. قال طيب، فأخذ هذا الكأس فأصبح عليه دين كم؟ 2000، فباع هذا الكأس 1000 ثم أرجع له سداد الدين السابق. فحينئذ حقيقة العقد أنه قلب الدين إلى دين ربوي وجعل بينهما حريرة. هذا الحيلة، لأنه ما أقرضه أو ما عاقده هذا العقد إلا ليسدد له الدين الأول، فأصبح حيلة على الربا. وهذا الذي تفعله للأسف بعض البنوك، ويفعله بعض الناس الذي يلصق أوراقا في بعض المحلات يقول نسدد عنك الدين. جزء كبير من تعاملهم هو من حيلة على قلب الدين.
أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم، قال أو التحيل على الربا بقرض، يعني أنه يقرضه قرضا ويشترط عليه منفعة. قال بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، سواء منفعة بدون عين، هذا مراد، يعني يقول أقرضتك ألفا وسأسكن بيتك، فحينئذ نقول إن العقد حرام لأنه اشترط الانتفاع بشيء من ماله فلا يجوز. قال أو إعطاءه عن ذلك عوضا، يعني يقول أقرضك على أن تعطيني كذا وكذا مقابل هذه المنفعة. قال فكل قرض جر نفعا فهو ربا، ورد به أثر وانعقد الإجماع على معنى. ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. نعم، هذا الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الذهب، عن بيع الذهب حتى يفصل. صورة هذا بعض الناس يبيع حليا فيه ذهب أو فضة، يعني حلي من ذهب أو فضة معه شيء في داخله كالفصوص، فيبيعه بفضة أو ذهب. بعض الناس يبيع عقد ذهب فيه فصوص بذهب، فإذا نظرنا في العقد الذي الذهب الذي فيه فصوص ستجد أن وزن الذهب 10 جرامات مثلا، والفصوص مهما كان وزنها لا أثر له. باعه بكم؟ باعه 12 جراما من الذهب. نقول ما يجوز حتى يفصل، فتفصل الفصوص وحدها فتقول بعت الذهب بلا فصوص بصرف مثله، وبعت الفصوص بما شئت. وهذا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة بنفسها لا يجوز، لكن اختلف ما العلة فيه. قيل إن العلة كما ذكر القاضي أن العلة فيه إنما هو من باب تفريق الصفقة، وحيث فرقت الصفقة فيكون فيه جهل بالمقدار، هذا كلامه، ورد ذلك ابن رجب في القواعد، وقال إن الصواب أنه إنما نهي عنه لأنه ذريعة إلى الربا، لأجل الذريعة. وهذا في حديث، ومثله أيضا مثل الذهب بيع مدع عجوة ودرهم بدرهم فإنه لا يجوز. بعض العلماء يجعل لهذه المسألة عنوانا فيقول هو بيع الربوي بجنسه ومعه غيره، أي مع أحد المعقود عليه ما ليس بجنسه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك رواه الخمسة. نعم، لا يجوز بيع الرطب بالتمر لعدم إمكان التماثل بينهما، وإنما يجوز بيع الرطب بالرطب والتمر بالتمر، لا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة فقط وهي بيع العرايا. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى رواه مسلم. نعم، هذه مسألة وهي مسألة بيع الصبرة. ما المراد بالصبرة؟ الصبرة هو كومة من الطعام، يجي تأتي مثلا تأتي في السوق الذين يبسطون فتجده يأتي ويضع كومة من الطعام، فهل يجوز بيع الصبرة هذه أم لا؟ نقول إن بيع الصبرة له حالتان، إما أن يكون معلوم كيلها أو ليس معلوما كيلها، فإن كان معلوما كيلها فحينئذ ليست جزافة وإنما هو بيع لمكيل معلوم، فحينئذ نخرجها. النوع الثاني هو المراد عندنا في التفصيل، وهو بيع الصبرة جزافا بحيث لا يعرف كيلها. نقول إن بيع الصبرة جزافا بجنسها لا يجوز، لا يجوز بيع الصبرة بجنسها، لأن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل إذا كان من الأموال الربوية، يعني ربوي بربوي اتحدا جنسا لا يجوز بيعها إلا متماثلا، فلو كان أحدهما صبرة لا يجوز. أما إذا بيع بغير جنسه، مثل تذهب للسوق فتجد شخصا كوم مجموعة من البر أو الرز فقلت له بكم هذه؟ فقال 20 ريال،
فهي صبرة جزاف، نقول يجوز بيعها بشرط النظر إليها، فإن تقدير العين بمثابة معرفة المقدار ويعفى عن التقدير. وعندنا مثل عامي يقول عين الحر مقياس، فالواحد يعرف أن هل تستحق 10 أو 20 أو 30 أو أقل أو أكثر. إذن بيع الصبرة جزافا متى يجوز؟ إذا كان بغير جنسها وكان منظورا إليها، يراها الشخص ويعرفها، لا يقول صبرة مجهولة بل ينظر إلى الصبرة. نعم. وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء، رواه الخمسة. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. نعم، هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، وهي داخلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين. ومسألة بيع الدين هذه مشكلة، لأن فروعها كثيرة، ولكن فقط لأرتب لكم، لن أذكر أحكاما وإنما سأشرح كلمة المصنف، لكن أرتب لكم كيف أن هذه المسألة تنقسم إلى أقسام. هذا الترتيب يفيدك أنك إذا قرأت في كتب الفقه تنزل المسألة منزلتها، ولا تختلط عليك المسائل فتستصعب المسألة. بيع الدين ينقسم إلى حالين: إما بيع لدين بعين، وإما بيع لدين بدين. الثاني هو الذي جاء فيه الحديث، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. طيب، بيع الدين بالدين تارة يكون لمن هو عليه، وتارة يكون لغير من هو عليه، وتارة يكون بيعا، وتارة يكون الدين واجبا، وتارة يكون الدين ساقطا. الواجب بمعنى أن يكون واجبا قبل المحل، أي في الذمة، مثل هذه الصورة. عفوا، الساقط هو أن يكون في الذمة ثم يباع في هذه اللحظة، مثل هذه الصورة. والواجب هو الذي يجب بالتعاقد. طيب، يقول الشيخ: وأما بيع ما في الذمة، يعني أن يكون في ذمة شخص دين لآخر، فيأتي الدائن فيريد أن يبيع هذا الدين، فنقول إن بيع هذا الدين يجوز في حالة واحدة. الأمر الأول أن يكون على من هو عليه، فلا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه. انتبه معي جيدا، لا يجوز أن تبيع الدين لغير من هو عليه. محمد أقرض زيدا 1000 ريال، فيجوز له أن يبيع 1000 على زيد، ولا يجوز له أن يبيع الدين على طرف ثالث ولو بنفس المبلغ، لا يجوز، وإنما يباع على من هو عليه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا بد، انظر، هذا الشرط الأول ذكره هنا، قال: فإن كان على من هو عليه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال: أن يتقابض قبل التفرق، وذلك قال: بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لأنهما إن تفرقا ولم يتقابضا فإنه في هذه الحالة يكون بيع دين بدين الذي أجمع العلماء على حرمته، وقد روينا في الحديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. هذا الشرط الثاني. بعض أهل العلم وهو المشهور عند المتأخرين يشترطون أن يكون بغير جنسه، فإن كان بجنسه لا يجوز، ولم يذكر هذا الشرط المصنف، لأن المصنف لا يلزم ذلك، لأن الفقهاء يقولون: من كان له دين على غيره فإن قال يعني 10,000، فقال: بعتك هذه 10,000 بخمسة، أعطني إياها الآن، أو قال: صالحتك عليها بخمسة، لا يجوز، وإنما يقول: أبرأتك من 5 وأعطني 5 الباقية، فيجوز. فيجوز بلفظ الإبراء ولا يجوز بلفظ البيع ولا الصلح، هذا المشهور عند المتأخرين. وأما الرواية الثانية التي يمشي عليها المصنف وهي التي عليها العمل الآن، أن العبرة بحقائق العقود، فيجوز البيع بأقل منه ولو كان من جنسه، ولو كان من جنسه. طبعا هم يزيدون قضية التماثل في الحلول والأجل، هذه يذكرونها في الصلح، ربما نشير لها بعد ذلك.
نعم. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. نعم، هذا ذكرنا قبل قليل أنه لا يجوز بيع الدين على غير من هو عليه، لأنه يكون غررا، ليس لعلة الربا وإنما لعلة الغرر. نقف عند هذا الجزء ونكمل بمشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.